وردت رسالة لامرأة بسيطة لا تعرف القراءة والكتابة، جاءتها من ابنها المجند. تحيرت في قراءتها فخرجت إلى قريتها تبحث هنا وهناك عن أحد يقرأها لها، حتى صادفت شيخاً كبير السن يرتدي عمامة أعجبتها كثيراً، فأعطته رسالة ليخبرها بما ورد فيها. نظر الشيخ فيها وتمعن، ثم اعتذر عن قراءتها وقال لها: آسف، لا أستطيع قراءة هذا الخط. فغضبت السيدة ونظرت في وجهه وتطلعت لعمامته وقالت له: شيخ وهذه العمة على رأسك، ولا تستطيع قراءة خطاب من سطرين. نزع الشيخ عمامته على الفور ووضعها على رأس السيدة وسلمها الجواب وقال لها: تفضلي اقرأي. فأدركت السيدة بعدها أن العلم ليس مجرد عمامة يرتديها أحدهم فيصبح عالماً بكل شيء من أمور الدين والدنيا.